سلبي وراح يأثر على أغلب العوائل المتعففة. صار عندي فضول أعرفه يعني بصراحة. موضوعنا الأول بفقرة السوشيال ميديا هو عن تخفيض في تخصيصات وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بالموازنة، واللي راح يحرم 500 عائلة من الشمول بالإعانة. طبعا أكد وزير العمل والشؤون الاجتماعية عادل الركابي أن تخفيض حصة الوزارة في الموازنة أبعد شمول 500 ألف أسرة متعففة براتب الإعانة الاجتماعية، مبينا أن الوزارة لم تتمكن من تنفيذ خطتها بسبب هذا التخفيض. وقال الركابي أن الحكومة خصصت بالموازنة مبلغا كبيرا للوزارة التي تهتم بالشرائح الضعيفة والهشة وشبكة الحماية الاجتماعية وهيئة ذوي الإعاقة، ولكن اللجنة المالية النيابية خفضت تخصيصات الوزارة في الموازنة بشكل كبير. وأضاف أن الوزارة تمكنت من خلال المبلغ المتبقي والمخصص من الحكومة والذي أقره مجلس النواب بزيادة سقف الإعانة الممنوحة لشبكة الحماية الاجتماعية يلي تتراوح بين 25 ألف إلى 100 ألف دينار عراقي. وأشار إلى أن التخفيض الذي حصل على موازنة شبكة الحماية وهيئة ذوي الإعاقة من قبل اللجنة المالية في مجلس النواب لم يمكن الوزارة من تحقيق خطتها من خلال زيادة الأسر المشمولة وكذلك الارتقاء بسقف الإعانة واجعلها بشكل مقبول. ولفت إلى أن هنالك من 500 إلى 600 ألف أسرة كان يفترض أن تشمل، ومبينا أن الوزارة لا تستطيع شمول تلك الأسر المستحقة بسبب التخفيف الكبير في تخصيصات الوزارة. إذن هذا الموضوع يلي يخص للأسف وزارة العمل والشؤون الاجتماعية. كنا نعرف اليوم العوائل المتعففة تلجأ لهذا الموضوع وتقدم حتى تحصل على راتب الرعاية الاجتماعية. أولاً رواتب الرعاية الاجتماعية هي جداً قليلة، يعني كنا نعرف من شهر إلى شهرين ما يقارب 150 إلى 200 ألف فقط، يعني كان من المفترض تكون هذه التخصيصات لهم حتى يقدرون يوسعون حجم العوائل اللي محتاجين لهذه الإعانة. لكن مع هذه التخصيصات المنخفضة وضح الوزير بأنه ما راح يقدرون يشملون كل العوائل اللي وعدوهم بأنه يخصصونهم رواتب، لأنه اليوم التخصيصات بالكاد أنه تكفي بالموازنة اللي هي نقصتها تحديدا هذه التخصيصات تكفي بعض العوائل يلي مشمولين بهذا الراتب. وأنا مثل ما ذكرت كنا نعرف اليوم رواتب الرعاية الاجتماعية من شهر إلى شهرين فقط من 150 إلى 200 ألف فقط، يعني هذا المبلغ أو هذا الراتب أصلاً ما يسد احتياجات أي عائلة حتى لو كانت تتكون من أفراد عائلة جداً قليلة. يعني كنا نعرف اليوم متطلبات الحياة جداً صعبة مع ارتفاع سعر الدولار، كورونا يلي أثر على الوضع الاقتصادي، فبالتالي ما ممكن 150 إلى 200 ألف راح تكفي أي عائلة خاصة العوائل المتعففة فوق الضيم اللي هم بيه. بالتالي لحقتوهم على راتب الرعاية الاجتماعية يلي هو بالنسبة لهم المنفذ الوحيد أو ممكن يسعفهم هذا الموضوع، بالتالي حتى هذا الموضوع راح يساعدهم بمعوقات الحياة. فللأسف الموضوع هو جدا مؤسف، نتمنى الجهات المعنية تنظر بهذا الموضوع. بالتالي احنا يمكن نشوف حتى يعني المشاكل جمة لا تعد ولا تحصى بكل الوزارات من ضمنها حتى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، وهذا الراتب اللي دائما ايضا لا يخلو من الفساد. احنا نعرف العديد والكثير من الفضائيين موجودين بهذه الدائرة ويستلمون رواتب هم اصلا يعني ما محتاجين. يعني بالفترة الأخيرة احنا نعرف يعني ظروفهم كلش تمام واوكي، ممكن انه يقدمون رواتب اللي طلعوا اليوم ما مستحقين رفعوا ايضا شكاوي ودعاوي، لكن هنالك عدد كبير من الاشخاص هم فعلا يستحقون وهم ما مشمولين بالرعايه الاجتماعيه، لذلك يحتاج الى تصفيه هذه الدائره وكل الدوائر. اليوم بشهاده القاصي والداني هنالك فعلا من الناس اللي يحتاجون هذه الرواتب اللي ما عندهم اصلا احد، ما عندهم معين، اللي فقدت زوجها، اللي فقدت ابنائها، اللي عندها مجموعه من البنات، هم هذول اللي يحتاجون هذه الرواتب. هذا الخبر الأول اللي كان متداول على مواقع التواصل.